السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس ويشارك في قمة الرياضة والتنمية المستدامة المنعقدة على هامش حفل الافتتاح. وتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية ملكية لتعميم التغطية الصحية وضمان الولوج المنصف للخدمات الطبية والعلاجية لجميع المغاربة. البرلمان بغرفتيه يختتم أشغال دورة أبريل، دورة تميزت بتنامي وتيرة المصادقة على المبادرة التشريعية وتكريس التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. وببني ملال تسجيل 21 حالة وفاة لأشخاص غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. كاميرا الأولى انتقلت إلى المركز الاستشفائي الجهوي وتابعت الوضع. أهلا بكم. حل رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش اليوم بباريس لتمثيل جلالة الملك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، حدث في برنامجه قمة للرياضة والتنمية المستدامة جمعت رؤساء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية ورياضيين وممثلين عن الحركة الرياضية إضافة إلى الجهات الفاعلة في تمويل التنمية. قمة شارك فيها رئيس الحكومة ونظمت بمبادرة من رئاسة الجمهورية الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. بين صحة وتعليم وسكن وعيش كريم تتعدد الأوراش عبر ربوع الوطن لتجسد إرادة ملكية راسخة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. اليوم نتوقف عند تعميم الحماية الاجتماعية، ورش ملكي غير مسبوق واسع النطاق يؤمن تعميم التغطية الصحية لكل المواطنين، هذا إلى جانب حقوق اجتماعية أخرى كالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص غير الأجراء. ورش نسلط الضوء عليها اليوم في مواكبة خاصة للذكرى 25 لعيد العرش المجيد. تقرير سميرة أصبان، عمر عيسى، وعبد الله أقنور. المكاسب التي راكمتها الرؤية الملكية الحكيمة لتدبير المجال الاجتماعي في المغرب جعلت المملكة تفطن إلى الحاجة لتبني فلسفة الدولة الاجتماعية. إنها تلك الدولة الراعية لمواطنيها، حيث يصان وعلى قدم المساواة الحق في الرعاية الصحية لائق وغيرها من الحقوق ذات الأثر الاجتماعي. دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق يرتكز على 4 مكونات أساسية. أولاً، تعميم التغطية الصحية الإجبارية ففي أجلين أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي من المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء أو الاستشفاء والعلاج. هذا تصور للدولة الاجتماعية برزت معالمه في المملكة وبشكل جلي في عز زمن جائحة كورونا،
حين أطلق جلالة الملك محمد السادس نصره الله ورشاً بارزاً اعتبر ثورة اجتماعية غير مسبوقة. نتحدث عن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مشروع هندست تفاصيله رؤية ملكية إنسانية لصون كرامة المغاربة. تعميم التغطية الصحية كان أول محطة في هذا المشروع واسع النطاق. مستجد استفادت منه كثيراً الغضيفة ذات 46 عاماً. هذه الأرملة التي كانت ضمن المستفيدين من نظام المساعدة الطبية رماد تكابد منذ سنوات مشكلة صحية مزمنة على مستوى الغدة الدرقية. مدام بالنس ديال المتضامن، وبالنسبة للناس ديال المتضامن دابا هما راه كيستافدوا من هذا الورش ديال تعميم التغطية الصحية، وراه انتقلوا من رماد حتى المتضامن، وراه كلهم دابا كيستافدوا بحالهم بحال الناس اللي أصلا صالغين. أجرت مراراً عمليات جراحية أرهقتها مادياً، وهي التي كانت تفتقر للتغطية الصحية. الله ينصر سيدنا اللي دارينا في هذا عام التضامن، بعد ما شكيف كنا ما عندناش نشرو الدواء تنضيعو فيه تندوزو ما طيشت لينا والو، دابا ودروك اللهم لك الحمد الله يخليه لينا وينصر. 9.5 ديال المليار ديال الدرهم اللي تنجزات وتصرفات على الناس اللي عندهم الغير القادرين على الاشتراك اللي كانوا هما في الرماد ودازوا الامو التضامن، واللي كيعدوا تقريبا ما بين 10.5 مليون حتى 11 مليون يعني مستفيد، هذا شيء كبير. وكذلك بالنسبه للاصناف الاخرى فبالتالي ما بقى حتى شيء واحد خارج التغطيه. الى جانب التغطيه الصحيه، التعويضات العائلية، التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، مكاسب يضمنها اليوم ورش تعميم الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يزاولون عملاً حراً. الحماية الاجتماعية تعني الأمانة بالنسبة لهذا الشاب الذي اختار أن يخلق مشروعه الخاص بأجدير في المجال السياحي. مقاول ذاتي في مجال التنشيط السياحي، بدي في المشروع ديالي من 2017. كنا بدينا بدون تغطية صحية، يعني كنا غير خدامين وصافي، يعني ما كانوش عندنا تعويضات لا بالنسبة للمرض ديالنا لا بالنسبة للأدوية، يعني ما كانوش تعويضات نهائية. من الحمد لله من بعد الورش الملكي استفدنا من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الحمد لله ولاو عندنا يعني التعويضات هي صحية ولا على الأدوية والأمراض المزمنة. الحمد لله ولاو عندنا دابا يعني التعويضات في سواء على الأمراض ديالنا سواء ولات العائلة ديالنا حتى هي تقدر تستافد، والحمد لله دابا يعني بالنسبة للتقاعد ديالنا حتى هو ولا عندنا يعني مابقاش عندنا منه تخوف، ولينا خدامين مرتاحين وكنفكروا أننا نديفلوبيو المشروع ديالنا إن شاء الله. بالنسبة للعمال غير أجراء، التسجيل ديالهم تم عن طريق تبادل معلوماتي بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات المكلفة حسب الفئة. بالنسبة للمستفيدين من نظام أمو التضامن، كان التسجيل ديالهم كذلك عبر تبادل معلوماتي بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية، طبعا بعد التسجيل ديالهم في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، و يعني إيداع طلبهم في البوابة المخصصة. تعميم التغطية الصحية لكل المغاربة يمثل اليوم ثورة اجتماعية غير مسبوقة، ورش يعكس إرادة ملكية راسخة لتوطيد العدالة الاجتماعية في البلاد. وينضم إلينا لحظة سيد طارق القدارية الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الاجتماعية. مساء الخير. مساء الخير سيد رضا. مرحبا. إذن أستاذ القدارية، حين نتحدث عن تعميم الحماية الاجتماعية في بلادنا فنحن أمام مقاربة ملكية شاملة متفردة ومؤطرة للسياسات العمومية الاجتماعية. بداية أسألكم، أين تتجلى أهمية توسيع وأبعاد هذا الورش، وماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن في المجتمع اليوم؟
اولا بالنسبه يعني عطفا على ما جاء في الروبورتاج، يعني اقتبسنا كلمتين هي العداله الاجتماعيه وانسنت البرامج والسياسات العموميه. وعندما نقول بان صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلاء عرش اسلاف المنعمين وهو يحرص حرص على أن أنسنت جميع السياسات العمومية، وبالتالي الارتقاء ما يسمى بالتنمية البشرية والنموذج التنموي الذي يتغير الوصول إليه من خلال تعزيز كرامة المواطن المغربي وتعزيز قدرته الشرائية في ظل في الحالات العادية أو في ظل الأزمات. ولعل أزمة كوفيد والأزمة العالمية المستوى الاقتصادي التي أرخت بظلالها من أجل التفكير في إعادة السياسة أو إعادة النظر في ضمان اجتماعي قادر على أن يكون صمام أمام ضد جميع الأزمات الاجتماعية. وعندما نقول بأن ورش الحماية الاجتماعية ملحمة تاريخية وثورة اجتماعية، فنحن لا نرمي الورود، وإنما هو واقع يعيشه المواطن الحالي عندما أصبح اليوم ليس كما كان بالأمس. بالأمس كان المغاربة يفتقدون لأدنى من عندما نقول شروط الحماية الاجتماعية المتفق عليها في المواثيق الدولية الاتفاقية 102 من الاتفاقية العالمية للحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، وهي الحق في الحماية الصحية والحق في التقاعد. لاحظنا أن أقل من 50% من يستفيدون من التأمين الصحي الإجباري، أقل من 58% يستفيدون من التقاعد. وبالتالي صاحب جل أعطى تعليماته وأعطى برنامج باستراتيجية محددة وبأجندة زمنية وبمحددات ومضامين ومبادئ أساسية قوامها التضامن بين جميع المواطنين والمشاركة من أجل جعل جميع المغاربة يستفيدون من التغطية الصحية على سنتين 2020-2021 2022-2023 عندما تحدث عن التعويضات العائلية، و2024 الدعم الاجتماعي كما رأينا هذه السنة، وأخيرا في انتظار تنزيل الشطر الأخير وهو التقاعد لأكثر من 5 ملايين مغاربة وإعادة النظر في أهم تعويض من التعويضات للمغاربة اللي كيفقدوا العمل ديالهم، أنهم جميعا يستفدوا مما يسمى بالتعويض عن فقدان الشغل. طيب، نتحدث عن خدمة تغطية صحية موحدة، نتحدث كذلك عن اتخاذ تدابير تشريعية تنظيمية ومالية ومؤسساتية. وهنا أسألكم كيف ساهم الحرس الملكي والفعلي على تتبع ومواكبة هذا الورش أولا بأول، كيف ساهم في بلوغ هذه المراحل المتقدمة وبالتالي احترام الأجال الزمنية المحددة؟ هو سيد الكريم، المتمعن في أي سياسة أو استراتيجية يطلقها صاحب الجلالة فهي بنية على مجموعة من الأبعاد. أول شيء وهو البعد الزمني. بطبيعة الحال لا يمكن أن نقول عن برنامج أو استراتيجية ناجحة بدون تحديد زمن من أجل الأجر أو تنزل على أرض الواقع، ولاحظنا ذلك في مجموعة من برامج الاجتماعية، سواء عندما وكب صاحب الجلالة ضحايا زلزال الحوز، عندما أعطى تعليمات من أجل تعميم التغطية الصحية و تفعيل الورش الملكي، لاحظنا أن أجندة زمنية محددة ببرامج بتوقيت معين يجب أن المواطن المغربي أن ينتظر التنزيل داخل الأجل، وهذا في حد ذاته التزام معنوي والتزام بإرادة سياسية لصاحب الجلالة من أجل العمل قدما نحو تنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع. هذا من جهة. من جهة ثانية أن صاحب الجلالة أعطى جميع الإمكانيات، عندما نقول الإمكانيات بما فيهم ذلك الإمكانيات اللوجستيكية والمالية من أجل تنزيل هذه الأوراش الاجتماعية، ونركز بالتالي أن صاحب الجلالة أعطى تعليماته من أجل خدمة المعلومات وكذلك الرقمنة وتبادل المعطيات الإلكترونية من أجل تبسيط المساطر على المواطن المغربي وكذلك من أجل تسهيل ولوجه لهذه الخدمات. رأينا بأن كان على تقريبا 5 عقود أو 6 عقود صندوق وطن ضمان شمال كان يدبر فقط 7 ملايين أو 9 ملايين مستفيد من التغطية الصحية، الآن في ظرف سنتين 22 مليون. هي ليس بالعجب ولكن بواسطة تسخير وسائل إلكترونية وإطار تنظيمي وقانوني سهر عليه البرلمان. نشكر جميع نواب الأمة ومستشاريها الذين أقاموا وكرسوا جهودهم من أجل التصويت والمصادقة على مجموعة من القوائم من أجل تنزيل هذه التعليمات على أرض الواقع. ونقول كذلك بأن القوانين التنظيمية أكثر من 30 مرسوم من أجل تنزيل هذه الأوراش الاجتماعية. رأينا بأن التغطية الصحية
في أواخر سنة 22 أكثر من 22، عندما نقول 5 ملايين من الناس اللي كانوا كيستافدوا من قبل من نظام المساعدة الطبية الراميد ويستفيدون فقط من الاستشفاء في المستشفيات العمومية، أصبحوا اليوم من حقهم اختيار العلاج في المستشفى العمومي أو الخاص، استرجاع المصارف الطبية، تحملات المباشرة وبطريقة سلسة في يعني في المدى البعيد، أن يستفيدون باسترجاع الملفات الطبية بطريقة إلكترونية، وهذا في حد ذاته تحدي كبير، وكذلك في حد ذاته بأنه يستوعب جميع المواطنين في إطار ما يسمى بمبدأ مغرب الإدماج، مبدأ التشاركية، اللي عنده يخلص الأداء المساهماتية في الاشتراكات ديال التغطية الصحية والتعويضات الأخرى، واللي ما عندوش خلق ما يسمى بأمو تضامن، بأن الدولة تكرس أكثر من 9 ملايير ديال الدرهم سنويا لاستفادة المغاربة غير القادرين واللي عندهم مداخيل، هناك ما يسمى بأمو شامل، وهذا يؤطره بتعليمات ملكية سامية عن طريق إبداع ما يسمى بالسجل الاجتماعي للسكان، الذي يأخذ بالاعتبار المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل الاستهداف الأمثل والعادل لجميع المواطنين بدون تمييز وبدون إقصاء لأي مواطن مغربي، حتى يستفيدون جميعهم من التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات الاجتماعية التي ينص عليها القانون بصفة إجبارية. طيب، هذا يحيلنا إلى نقطة مهمة في هذه المعادلة. نتحدث عن المنظومة الصحية، فبفضل الرؤية الملكية منظومة صحية يعني في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تكون هناك مواكبة، فأين تتجلى يعني أهمية كل هذه الإصلاحات الجذرية التي عرفتها وتعرفها المنظومة الصحية حتى تواكب هذا الورش الملكي غير المسبوق؟ فعلا يعني سيدي الفاضل، أقول بأن أي سياسة أو استراتيجية ملكية تقوم على أساس ما يسمى بالسياسة المندمجة، عندما نقول سياسة مندمجة وهي المقاربة الالتقائية بين جميع البرامج. لا يمكن للمغرب أن ينجح في ورش الحماية الاجتماعية بدون توفير ما يسمى بالإجراءات الموازية. عندما نقول الإجراءات الموازية، السيد عنده البطاقة ديال التغطية الصحية ممنوحة لي من طرف الصندوق وطن الضمان الاجتماعي، كيف له أن يستفيد من الخدمات الصحية بدون وجود وتنويع عرض صحي، سواء على المستوى العام سواء على المستوى الخاص؟ كيف له أن يستفيد من استرجاع المصارف الطبية أدوية تعرفوا يعني بعض بعض الأدوية هي باهظة الثمن، كذلك بعض الأدوية هي ناقصة على مستوى يعني السوق. هناك مسألة ديال العرض الصحي، بالنسبة للموارد البشرية هناك نقص كبير في الموارد البشرية. إذن تفكير شمولي، تفكير مندمج من أجل رؤية متكاملة من أجل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية. عندما إذن هذه البطاقة عندي، ولكن خصني نعرف في غادي نمشي. إذن هنا هذا السؤال وهذه الإشكالية هي التي استبق بسياسته الاستشرافية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وباستباقيا على أساس أن يوفر ويعطي تعليماته السامية من أجل إعطاء ما يسمى بالقانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية، الذي خرج على أرض الواقع بثوابته الأربعة: تنويع العرض الصحي عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص، ورأينا صاحب الجلالة خلال هذه السنة وكعادته السنوات التي فاتت، أنه مجموعة من المشاريع التي تهم القطاع الصحي بقطاع الصحي بجيله الثالث، عندما نقول جيل الثالث، وبمقاربة ما يسمى بالعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، يعني لا ضد ما يسمى بالتركيز الصحي في منطقة ساحلية على حساب مناطق داخلية أو على حساب مناطق نائية، إذن عن طريق ما يسمى بالمراكز الصحية الأولية في مسار علاجي يحترم ما يسمى بالتراتبية، ثم المستوى الثاني وهو المستشفيات الإقليمية، ثم المستوى الثالث بالنسبة للتخصصات الدقيقة، وكذلك تسخير هذه المستوى بالنسبة للمستشفيات الجامعية لخدمة البحث العلمي والابتكار الصحي، لأن أي دولة لا يمكن
لابد لها من إمكانية مالية، وهذا رأيناه في قوالي المالية الذي أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية بأن يرفع بمعدل 21% من ميزانية الصحة، وكذلك من تنويع العرض الصحي، وكذلك تعزيز وتتمين الموارد البشرية لإيمانه يعني الصريح بأنه لا يمكن إنجاح المنظومة الصحية بدون تتمين مواردها وتحفيزهم وتشجيعهم. وبالتالي فإذا أخذنا هذه المقاربة بأبعادها الثلاث، فنقول بأن صاحب الجلالة يهدف إلى إنجاح هذا الورش الملكي خدمة للمواطن وتعزيزا لكرامته ونهوض به، لأنه لا يمكن حسب صاحب الجلالة أن ننجح في أي مشروع اقتصادي بدون تنمية بشرية. ولعل الدليل بأن سخر حتى الإحصاء الذي سيكون نهاية هذه السنة من أجل الحصول على ما يسمى بأرقام صحيحة وواقعية لنعلم من الأشخاص المستفيدين ومن الأشخاص المستفيدين بأبعادها الاجتماعية. سيد طارق القدري الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الاجتماعية، شكرا على كل هذه التوضيحات. أهلا وسهلا. مرحبا. 13 مقترح قانون صدق عليها مجلس النواب خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، معطى من بين معطيات أخرى قدمت اليوم في أشغال الجلسة الختامية لهذه الدورة. في المتابعة حسناء بن جابي وعبد الرحيم فيلول. اختلفت آراء وتقييمات النواب بالغرفة الأولى للبرلمان بخصوص الأداء التشريعي خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة. نواب الأغلبية اعتبروه أداء تشريعيا جيدا، فيما وصفه نواب المعارضة بأنه لا يرقى لمستوى الانتظارات. حصيلة متميزة جدا بالنظر إلى نوعية مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، وكذلك من خاصة هذا القانون اللي كان درسه دابا 47-18 ديال المتعلق بالاستثمار والتعديلات اللي جات به المشروع القانون المغير لهذا القانون هذا من أجل تشجيع الاستثمار، من أجل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. للأسف الشديد الحصيلة غير مشرفة، لا فيما يتعلق بتنزيل توجيهات ديجات الملك واللي كانت في الافتتاح ديال البرلمان في أكتوبر 2023، ولا فيما يتعلق بتنزيل البرنامج الحكومي، ولا فيما يتعلق حتى ب يعني التحديات اللي كيعرفها المجتمع اليوم، ارتفاع الاسعار والتضخم. شنو دارت الحكومه اليوم؟ الحكومه كتتكلم على مؤسسه الحوار، من جهه كاين المؤسسه ومن جهه كاين الاحتجاجات لم تتوقف. 13 مقترحا تمت المصادقه عليها من طرف المجلس خلال هذه الدوره بتوافق مع الحكومه. رئيس مجلس النواب يرى الحصيلة إيجابية وتعبر عن التوافق بين المكونات السياسية للمجلس والتعاون بين السلطات. أول دورة اللي كان نوصلوا فيها واحد العدد ديال المقترحات القوانين 13 مقترح قانون اللي كان هو إنتاج ديال السيدات والسادة البرلمانيين مختلف الفرق النيابية، بالإضافة إلى 9 المشاريع. جوج ديال المشاريع كبيرة بزاف اللي هو المقترح القانون ديال النظام الداخلي ومشروع القانون المدونة اللي بجوج بهم حوالي 404 ديال النص المواد في المقترح النظام الداخلي و 644 مادة في المسطرة المدنية. ذكر رئيس مجلس النواب بأهمية تعزيز العمل الرقابي للمجلس والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإثراء النقاش العمومي حول قضايا تدبيرية تستأثر باهتمام الرأي العام. واختتم مجلس المستشارين اليوم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، وذلك خلال جلسة عامة تناولت الحصيلة التشريعية والرقابية لهذه الدورة. نوال جراري ومحمد أمين عموري. دينامية تشريعية عرفها مجلس المستشارين خلال دورة أبريل، فقد صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين الهامة وذات الراهنية، كتلك المرتبطة بمواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أو تلك المرتبطة بسياق استكمال تنزيل المشاريع الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية. كما تميزت هذه الدورة بتنامي وتيرة المصادقة على المبادرة التشريعية البرلمانية. تمت المصادقة على 8 مشاريع قوانين و8 مقترحات قوانين، أيضا نختتمها في هذا الجو الإيجابي الذي يتسم بالاشتغال وباشتغال القرب لمجلس المستشارين، لا فيما يخص
المنتديات التي ينظمها المتعلقة أساسا بمنتدى الجهات، منتدى العدالة الاجتماعية، منتدى الغرف، وكذلك بدينامية برلمانية مهمة جدا فيما يخص دبلوماسية البرلمانية. نختم هذه الدورة كذلك ونحن صادقنا على مجموعة من التشريعات ذات الطابع الاجتماعي والتي ستساهم لا محالة في دعم توجه صاحب الجلالة حفظه الله فيما يخص الدولة الاجتماعية. وخلال الدورة الربيعية عقد مجلس المستشارين 25 جلسة عامة، منها 5 جلسات للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، و13 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية تم خلالها مساءلة 21 قطاعا حكوميا. اتفاق جميع مكونات المجلس للمستشارين على واحد المدونة أخلاقيات والسلوك البرلماني، هذه جاءت تفاعلاً واستلهاماً توجيهات الملكية السامية اللي طالما ركز على هذه المسألة هذه. وهذا التوقيع على المدونة ديال الأخلاقيات والسلوكيات من شأنه أن يجدد الاعتبار في المؤسسة التشريعية. قيمنا الأعمال يعني القطاعات الحكومية من خلال الأسئلة الشفوية الأسبوعية أو من خلال أشغال اللجنة أو من خلال كذلك تقييم السياسات العمومية للأسئلة للجلسة الشهرية التي يقوم بها السيد رئيس الحكومة. وترى فرق المعارضة أن حصيلة عمل مجلس المستشارين لم ترقى إلى المستوى المطلوب ارتباطا بالوظيفة الرقابية للأغلبية البرلمانية، خاصة في عدد من القضايا والملفات. لم تلبي تطلعات فئات كبيرة من الشعب المغربي، خصوصا الآن كتعرفوا أن الساحة كتغلي، وأننا نحن كبرلمانيين لم نجيب على مجموعة من الملفات الحارقة اللي كينتظر من الشعب المغربي الردود عليها. وكتعرفوا أنه حتى في الفترة الأخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات اللي سامت في تكبيل المعارضة في حقها في أداء دورها بشكل إيجابي في مساءلة ومراقبة الأداء الحكومي. النقطة اللي بدأت تسجلها بإيجابية هي قبول الحكومة لمقترحات القوانين، 8 مقترحات القوانين هذه بصراحة سجلناها بإيجابية. فقط وجهنا ملتمس الحكومة على أن نفتح كذلك على مجلس المستشارين. مجلس المستشارين عنده كذلك مقترحات قوانين تجاوز 200، مزيان على أنها نفتح لنا بشكل أو بآخر. أيضا الجلسة الشهرية السيد رئيس الحكومة اكتفينا بجلسة واحدة، وهذا يعني كنعتبره نقص في الدورة هذه. ويتطلع مجلس المستشارين في القادم من الدورات لتعزيز صلاحياته التشريعية والرقابية كما نص عليها دستور المملكة لسنة 2011. 21 حالة وفاة سببها ارتفاع درجات الحرارة سجلها المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يوم أمس، معطى تضمنه بلاغ للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة. والتفاصيل في ريبورتاج ليلى عسلي وسفيان إبراهيمي. المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وحزن عميق يخيم على عدد من الأسر إثر وفاة 21 شخصا من ذويهم، غالبيتهم من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة. حالات وفيات مفاجئة سجلها قسم المستعجلات هنا خلال 24 ساعة الماضية، منها 4 حدثت خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية. مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال الخنيفرة فتحت تحقيقا فوريا لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث المأساة، في حين لازالت حالات أخرى تعاني من نفس الأعراض تخضع للعلاج اللازم. تعبئات وتجندات المديرية الجهوية للصحة وعبئات أطر صحية طبية مريضية تقنية سيارات إسعاف توفير الأدوية مستلزمات الصحية من أجل استشفاء هذه الحالات المتوافدة على غرار هذه الموجة ديال الحر. تم التعبئات ولا خلق واحد النظام ديال المداومة على مستوى المراكز الصحية بالجهة والمستشفيات الإقليمية المكونة للجهة، على أساس أنهم يستقبلوا المواطنين اللي حسوا بواحد الأعراض على غرار هذه الموجة الحر مثل الحمى أو صداع في الرأس إلى آخره.
قيد استثنائي ساهم حسب الجهات الصحية الوصية في تدهور الحالة الصحية ل 21 شخصا ينحدرون من مناطق مختلفة بالجهة. موجات حر قاسية تستلزم حسب المختصين الالتزام بعدة توصيات لمواجهة التداعيات. وتوافد عندنا واحد العدد من الحالات اللي تأثروا بهذا الموجة هذه، كلهم من الفئات العمرية الكبيرة واللي تعرفوا تواجهوا أمراض مزمنة وهذا. دونك وصلوا في حالة الشفاء حادة، والأغلبية ديالهم كانوا وصلوا في حالة جد حرجة. وتنصح العموم أن هذه المرحلة اللي الواحد يأخذ الاحتياطات دياله، يعني الوقاية مش كما ينبغي، يتجنب الخروج اللي غير مبرر سيرتو من 11 للخمسة مثلا، لأن هي المرحلة الكبيرة. من جهتها أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بيانا تعلن فيه عن اتخاذها جملة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية للتصدي للآثار الصحية الناتجة عن موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها بلادنا، وتؤكد على أنه تم تفعيل نظام المداومة في المؤسسات الصحية بالمناطق التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة. ولمناقشة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة الإنسان ينضم إلى اللحظة مباشرة من مكناس الدكتور محمد ستولي الأخصائي في الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية. مساء الخير سيدي. مساء الخير. بداية دكتور نبغى نعرف يعني شكون هم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع درجات الحرارة؟ الفئات اللي كتكون معرضة بالخصوص لهذا ارتفاع درجات الحرارة هما أولا الناس المسنين والناس الرضع، لأن الإمكانيات ديال التأقلم مع درجات الحرارة كانت عندهم نقصة بزاف. هناك فئات أخرى كان الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة، أمراض القلب، أمراض الصدر، أمراض يعني مزمنة، وهناك كذلك الناس اللي عندهم بعض الخلل العقلي، لأن للأسف ما كيقدروش يركزوا، ما كيقدروش يعرفوا واش عندهم العطش ولا لا. وكاين عاوتاني هناك فئة أخرى للأسف الناس الموظفين اللي كيخدموا في الهواء الطلق، منهم مسكن الناس اللي بالبنايه، منهم الناس اللي كيخدموا في القطاع ديال الأشغال العمومية. طيب دكتور شنو هي يعني الطبيعه ديال المضاعفات الصحيه اللي يمكن انها توقع وحنا كنعيشوا هذه الموجات ديال الحر؟ للتذكير الجسم ديال الانسان فيه 70% فيه الماء، 70% فيه الماء. الو الجسم ديالنا الا بغى يهبط درجه الحراره كيستهلك هذاك الماء. شنو اللي كينتج عليه؟ كاين شي واحد الجفاف، لا ديزيدغاتاسيون. هذا الجفاف كيصدر عليه نقص في الضغط، كيصدر عليه نقص في الترويه ديال الدماغ، كيصدر عليه بزاف ديال الاشياء للاسف اللي يمكن لها تمشي حتى الانهيار ديال الوظائف الحيويه الكبرى. فلهذا يعني الناس كنصحهم باش يعوضوا هذاك الماء. والنصيحه الكبيره غنطرقوا لها ربما من بعد هو ان خصنا نعوضوا هذاك الماء اللي كنستعملوه باش كنطيحوا من درجات ديال الحراره. طيب دكتور نبقى معك في نفس السياق، يعني لا قدر الله يعني وقعوا هذه المضاعفات، فشنو طبيعه الاجراءات اللي خاص الدار يعني بشكل استعجالي على الفور؟ انا ما فيها بس اننا نذكروا بالاعراض الاوليه اللي قبل ما يوصل الانسان الاعراض اللي هي خطيره جدا. من بينها اولا كيقدر يوقع بعدها، اولا واحد الفم ديالنا كيبدا يبس، كنبدا نحسوا بالعطش، الضغط كيبدا ينقص، كيولي عندنا شويه الارتباك، كيوقع لينا بعد تشنج عضلي. هادو هما الاعراض الاوليه اللي خصها تثير الانتباه ديالنا باش اننا نداركوا الموقف. بالنسبه للسؤال ديالكم يعني كاين جوج ديال المواقف، اما كيكون باقي الانسان لم يغمى عليه فلهذا كنصحوا به انه يشرب الماء ويشرب الماء يشرب الماء. وللاسف الناس اللي كيوصلوا لحاله انهم فقدوا الوعي ديالهم هنا لا بد من الاستعجال، يعني بلا ما يتعطل الانسان باش من الله يحفظ ما يكثروش مضاعفات او تنكثر من ذلك. دكتور يعني كاين بعض المدن وبعض المناطق اللي كتعرف يعني درجات حراره اللي ربما قياسيه خاصه في هذا الفصل، فصل الصيف، فبالتالي يعني كيفاش ممكن اننا نتعاملوا مع هذا الوضع اللي يعني ما بقاش استثنائي كما كان في السابق ولينا يعني كنشوفوه بشكل ربما متكرر؟ وها
هادشي راه عادي يعني ماشي بحال هنا بحال تفاجئنا بحال يلا دابا نضنا وشفنا بان راه الحال سخون بان شفنا على ان المناطق الصحراويه مثلا فيها الحال سخون. الحمد لله ربي كاين واحد تعقلوا معام غير واحد على سبيل المثال الناس اللي في المناطق مثلا الجنوبيه اللون ديال البشره ديالهم راه داكين بخلاف الناس اللي عندهم في المناطق الشماليه. بصفه عامه هذوك الناس يعني كيعرفوا وكيعرفوا كيفاش يصوبوا المنازل ديالهم باش تبقى مبرده، كيعرفوا ان خصهم يشربوا، كيعرفوا على ان وما فيها باس الى عاود نصحوا الناس ان في هذه الفتره هذه لا بد من شرب الماء. فوالا هذا هو اللي النصيحه اللي يمكن ندي لهم. شكرا على هذه النصيحه الدكتور محمد السوري الاخصائي في الامراض الصدريه والتنفسيه والحساسيه، شكرا لك، كنت معنا مباشره من مكناس. قضى 20 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار جايمي في الفلبين، حيث تتواصل عملية إزالة الركام والأضرار وفق ما أفادت به الشرطة المحلية. وسقط القتلى في ماليلا ومقاطعات محيطة بالعاصمة جراء فيضانات وانزلاقات تربة وصعق بالتيار الكهربائي وسقوط أشجار خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على جزيرة لوزون الأكثر تعدادا للسكان في البلاد. إلى الصين حيث تم إجلاء أكثر من 4500 شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطلت على مدينة لونغنان بمقاطعة خانسو شمال غرب البلاد، حيث وصل الحد الأقصى لمنسوب المياه إلى 188 مليمتر. وأبرزت السلطات أن السيول الجبلية والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أدت إلى إغلاق 14 طريقا سريعا وإلحاق أضرار بالمنازل السكنية والحقول الزراعية. وارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية التي شهدتها الاثنين الماضي مقاطعة جوفا جنوب إثيوبيا إلى 257 قتيلا وفقا لتقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حصيلة تظل مؤقتة حيث تحدثت السلطات المحلية عن نحو 500 قتيل وعملية الإنقاذ لا زالت مستمرة. وتشهد إثيوبيا حاليا موسم الأمطار الذي بدأ في يوليوز الجاري ومن المتوقع أن يستمر إلى غاية منتصف شهر شتنبر المقبل. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في تقرير لها من أن العالم ليس على المسار الصحيح لإنهاء سوء التغذية، حيث عانى نحو 733 مليون شخص من الجوع العام الماضي، وهو ما يعادل واحدا من كل 11 شخصا في العالم. وذكرت وكالة الأمم المتحدة أن العالم تراجع 15 عاما إلى الوراء، إذ بلغت مستويات النقص في الغذاء معدلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009. أمس النسخة الثانية من البرنامج الثقافي نوستالجيا عاطفة الأمس حطت رحالها بقصبة أجدير أفلة التاريخية، محطة سادسة هي جسر بين الماضي والحاضر ورسالة قوامها رد الاعتبار للمواقع التاريخية في بلادنا. زين أيتلامين، المعتصم بالله، البعزاوي، وحياة فخري. يحكى أن مدينة انبعثت كالفينق من الرماد، فسار فيها الركبان يحكون عن بنيان وعمران وحضارة وفن وتراث. وأنت تقلب صفحات التاريخ على ركح قصبة أكاديوفلا تطل عليك وجوه نساء ورجال من تاريخ مبين. لالا مسعودة بنت أحمد بن عبد الله داعمة نشأة الدولة السعدية بسوس ودرعم. في القرن السادس عشر ميلادي بنيت القصبة على يد السلطان محمد الشيخ السعدي، جعل منها السلطان حصنا لمواجهة المطامع البرتغالية.
على جناح التاريخ جسر إلى الماضي، رد الاعتبار لموقع تعتز به الساكنة. هذا وفلك يعفر به البرتغال غادي يسري. هذه العروض تعيد الاعتبار إلى المآثر التاريخية المغربية وتحاكي كل حضارات والتاريخ الذي عرفته جدرانها، لكي يتعرف الناشئة والجمهور المغربي وأيضا الزوار على تاريخ المملكة المغربية العريق. أقدر تعاون معنا؟ أكيد، إذا قدرت نقنع الملكة كل شيء غادي يدوز مزيان. القصبة تخلصت من صمم وسكون المواقع التاريخية لتستعير لسان التاريخ وشخوص فنانين سردوا فترات زاهية للمدينة. هذيك البلاد زوينة بزاف. إيه لالا، هذيك البلاد فيها البحر، والبحر كبير وخيراته كثيرة. حكاية ديال التاريخ ديال المنطقة، تاريخ المدينة بطريقة جديدة، هو إشراك المسرح مع المآثر التاريخية اللي عندنا في المدينة وعندنا في المدن في الحقيقة. وهو هناك يعني مجموعة ديال النقاط. النقطة الأولى هو تفعيل مفهوم ديال الصناعة الثقافية، لأن هنا فنانات فنانين من الجهات السوسمسة اللي غيخدموا في هذه العملية. ثانيا المجال التاريخي والتعريف بتاريخ هذه المنطقة. وثالثا بالطبع هو نشاط ثقافي بالنسبة للساكنة وبالنسبة للسياح ديال هذه المنطقة. مدينة ترفل في تاريخها من كبوة الزلزال نهضت قوية جسورة واستعادة العمران والبناء والرفاه. تم انتخاب البطلة الأولمبية المغربية السابقة نوال المتوكل نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية في اليوم الثاني من أشغال الدورة 142 لاجتماع اللجنة بباريس، والذي جرى أمسنا الأربعاء. انتخبت السيدة نوال متوكل نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى جانب الأرجنتيني جيراردو فيرثين، وتبدأ المتوكل ولايتها في العاشر من شهر غشت بعد اختتام أشغال الدورة الحالية للجنة الأولمبية الدولية خلفا لجون كوتس والسير ميانغ إينغ حسب بلاغ للجنة. وتتمتع السيدة المتوكل عضو اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية بخبرة طويلة في اللجنة الأولمبية الدولية، والتي كانت نائبة لرئيسها من عام 2012 إلى 2016. وبها ننهي فقرة الأولمبياد والبقية مع كارثة. شكرا لك خالد، مرحبا. أتى حريق اندلع مساء أمس بغابة بورد بدائرة أكنور بإقليم تازة على 30 هكتار من الغطاء الغابوي. وفور علمها بهذا الحريق تعبأت فرق التدخل التي تضم عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والسلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية للوصول إلى مكان الحريق ومباشرة عملية الإطفاء التي واجهتها عدة صعوبات، من بينها صعوبة التضاريس وهبوب رياح قوية تختلف اتجاهاتها بين الفينة والأخرى، وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الولوج إلى بؤر الاحتراق مما تسبب في طول مدة محاربة الحريق. معطيات أوفى نتابعها ضمن هذا التصريح. بالنسبة للأصناف الغابوية التي تضررت كما كنشوفوا كاين البلوط الأخضر والصنوبر الحلبي بالإضافة إلى الأعشاب التنوية. المساحة التقريبية لحد الساعة تقريبا 31 هكتار اللي تحرقت. فرق تدخل الحمد لله جميع المتدخلين على الصعيد الإقليمي حاضرين في المكان، من ضمنهم العناصر ديال الوكالة الوطنية للمياه والغابات، العناصر ديال السلطة المحلية، عناصر ديال الوقاية المدنية، عناصر ديال الدرك الملكي، العناصر ديال القوات المساعدة، وكذلك العناصر ديال الجيش الملكي. بالنسبة للصعوبات اللي لقاو فرق تدخل، فكيما كتشوفوا في الصورة فالطبيعة ديال التضاريس شوية صعيبة، إضافة إلى هبوب الرياح القوية في اتجاهات مختلفة كذلك، إضافة إلى النوعية ديال الغطاء الغابوي اللي عنده واحد القابلية كبيرة للاشتعال، وارتفاع ديال درجات الحرارة اللي كتعرفوا بلادنا في هاد الأيام الأخيرة.
اليوم برباط عقدت اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي اجتماعا خصص لتفعيل آليات الحكامة لدعم مبادرات المغرب في مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز التعبئة والتنسيق مع كافة الشركاء. حنان أرسلان وعبد الفتاح الزوي. انخرط المغرب بدينامية ومسؤولية ضمن الجهود الدولية للحد من التغيرات المناخية وحفظ التنوع البيولوجي بالمصادقة على عدة اتفاقيات دولية، ولا سيما الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو ومعاهدة باريس حول التنوع البيولوجي، التزامات دولية تعهد بها المغرب وأخرى قطاعية بل وراها لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتغيرات المناخية. واجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي يندرج ضمن هذه الدينامية لتدارس عدة مواضيع ذات راهنية في ظل المرجعية الدولية وتفعيل للسياسة المناخية الوطنية. بغينا نفعلوا آليات الحكامة ديال هذه اللجنة الوطنية لأنها هي اللي غتمكننا من دعم كل المبادرات ديال المغرب فيما يخص التكيف وتخفيف الانبعاثات للتصدي للمشاكل المناخية، وفي نفس الوقت نعبئوا كل السلطات والشركاء ديالنا اللي كيشتغلوا معنا في هذا الميدان باش نعبئوا طبعا التمويلات اللي غتمكن المغرب باش يتصدى اكثر واكثر لهذا التغير المناخي. الاجتماع تدارس جهود التكيف وتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة القطاعية لأجل تعبئة الموارد في خدمة العمل المناخي، والإطار الدولي للتنوع البيولوجي كونفين موريال والتقدم المسجل حول تنزيله على الصعيد الوطني مع تحديد أولويات اشتغال فرق العمل المنبثقة عن اللجنة الفرعية التابعة للجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي. بجهة مراكش سوف يعطي انطلاقة إنجاز مشاريع طرقية لتأهيل البنية التحتية وأخرى تعنى بالتدخل السريع في حالة وقوع كوارث طبيعية. التفاصيل مع ياسر العمراني وحسن مسكور. مشاريع تنموية عديدة تشهدها جهة مراكش آسفي، خاصة تلك المتعلقة بالتجهيز، حيث شهدت الجهة إطلاق وحدة للتدخل السريع، وحدة تضم عددا من الوسائل اللوجستيكية اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية عبر اقتناء الآليات والمعدات. هذه المعدات ستساهم أيضا في فتح المسالك الطرقية والتدخل في حال وقوع كوارث طبيعية كالفيضانات. في هذا الموسم ديال الصيف تتكون تساقطات مطريه في وقت وجيز، والضروري ان يكون هناك تدخل سريع باش نحلوا الطرق للمواطنات والمواطنين. ومن جهه اخرى فالهدف في هذا الشيء كله وهو ان نعمل على تقويه امكانيه ولوج الساكنه القرويه لدوارهم، وفي نفس الوقت كذلك من اجل ان نعمل طبق التوجيهات الملكيه من اجل اعطاء دفعه قويه لهذا الاقليم. وفي إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز، تم إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل الطريق الوطني رقم 7. المشروع يهدف إلى تحسين مستوى السلامة والخدمات بهذه الطريق، تقليص المدة الزمنية للعبور والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة. وتصل تكلفة المشروع إلى حوالي 378 مليون درهم. إلى إقليم التوريرت، حيث مشاريع جديدة للتنمية الفلاحية والقروية ترى النور. مجزرة إقليمية، تأهيل وعصرنة للأسواق الأسبوعية، ومسالك طرقية تفك العزلة وتحسن ظروف عيش الساكنة. سكين الإدريسي ورشيد العتابي. كلها مجسمات نموذجية لمشاريع مختلفة سترى النور مستقبلا وقريبا بإقليم التوريرت. بعضها أصبح على أرض الواقع، مثل هذه السوق التي قربت من الساكنة عددا من الخدمات والمنتوجات. درنا الدراسات ديالنا، وملي شفنا الدراسات تشجعنا باش نجيو نديروا هذا الاستثمار. احنا كنجيبوا توظيف وكنوصلوا السلعة اللي كتكون في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا في مراكش، كنوصلوها للإقليم ديال التوريرت.
في صدد تدشين مشاريع أخرى جديدة، زيارة ميدانية قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإقليم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي أطلقها جلالة الملك عام 2020. ومن ضمن هذه المشاريع مشاريع اللي هي مهيكلة للقطاع الفلاحي فيما يخص أولا تسويق. كان عندنا يعني أسواق ديال تهيئة الأسواق وإحداث أسواق جديدة على الصعيد ديال الإقليم. ثانيا المجزرة الإقليمية ديال يعني ديال توريرت بواحد الاستثمار ديال تقريبا 40 مليون ديال الدرهم. تجويد الحياة بمنطقة توريرت يعتمد على هذه المشاريع، والتي من ضمنها أيضا إطلاق أشغال تهيئة المسالك القروية، ويبلغ طولها 81 كيلومترا بتكلفة إجمالية تزيد عن 45 مليون درهم. هالطريق كتربط أكثر من 14 دوار وربعة ديال الجماعات. المسافة ديالها تقريبا كتربط ما بين الطريق الوطني 19 والطريق الثانوي 606 اللي هو طريق وطاط الحاج. فك العزلة عن الساكنة القروية وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية وتسهيل الولوج إلى المرافق الضرورية، كلها أهداف سطرتها هذه المشاريع التي ستتواصل أشغالها والتي ستؤثر إيجابا على الدينامية الاقتصادية لإقليم توريرت. قدم بنك المغرب اليوم بالدار البيضاء النسخة 20 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 23 و2000. بوشعيب عماري وإيمان سلاوي. التقرير استعرض حصيلة مهمة، فالائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4.8% مدفوعا أساسا بقروض التجهيز، كما ارتفعت الودائع بنسبة 3.4% أساسا بالنسبة للحسابات الجارية. النتائج البنكية انتعشت في سنة 2023 بفضل تراجع أسعار الفائدة على مستوى السوق. بنك المغرب واصل خلال سنة 2023 أشغال تنزيل المعايير البنكية الدولية بهدف تعزيز قوة القطاع. كان هناك نمو اقتصادي لكن بفضل القطاعات الغير الفلاحية، وفي هذا الإطار فارتفع الائتمان أو منح القروض إلى 4.8% بفضل القروض التجهيزية، وكذلك عرفت الودائع نموا ب 3.4. وفيما يخص الديون المتعثرة فقد استقرت في 8.5%. وعلى صعيد نتائج البنوك ف 2022 عرفت واحد تراجع تقلص هذه النتائج، ولكن في 2023 عرف واحد انتعاش بسبب بفضل المسائل المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسواق. وخلال سنة 2023 تواصلت عدد من المبادرات الرامية إلى مواكبة الخدمات الرقمية. وبعد تبني الإطار التنظيمي المتعلق بمنصات التمويل التعاوني، شرع بنك المغرب في دراسة الملفات الأولى لطلبات الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة التمويل التعاوني من فئة القرض والتبرع. إلى العاصمة الموريتانية نواكشوت، حيث نظمت ندوة علمية لمناقشة آفاق العلاقات المغربية الموريتانية. أكاديميون وأساتذة جامعيون توقفوا عند تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والثقافية والسياسية. الروبورتاج. آفاق العلاقات المغربية الموريتانية ندوة علمية عقدت في العاصمة نواكشوت، حظيت بمشاركة وحضور عدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعة. شكلت الندوة منصة هامة لاستعراض الإنجازات المحققة واستشراف أفق التعاون المستقبلي. الندوة ركزت على ما عرفته العلاقات المغربية الموريتانية من تطور ملحوظ تمتد إلى مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والثقافية والسياسية. هذه العلاقات اللي عندها أبعاد تاريخية واجتماعية وثقافية، فانطلاقة من ماضي المشرق الحاضر المزدهر إلى أيضا قراءة تفاؤلية استبشارية بما ستؤول إليه التطور وتعزيز هذه العلاقات على جميع ميادين الحياة. تتسم العلاقات المغربية الموريتانية بتطور ملحوظ، حيث تشكل نموذجا للشراكة الاستراتيجية الناجحة في المنطقة. فقد شهدت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة تقاربا متزايدا يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية بينهما، وفق المشاركين في الندوة.
اليوم نحن في الحقيقة كأكاديميين نتطلع إلى آفاق تطوير وتنمية هذه العلاقات بما يفيد أولا في تبادل الخبرات وتبادل المعرفة وتبادل الاقتصادي كذلك، وأيضا في خلق آفاق استثمارية مشتركة ما بين البلدين. تعد هذه العلاقات نموذجا يحتذى به وتؤكد على أهمية بناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. إلى تيزنيت، حيث افتتحت مساء أمس فعالية الدورة 12 لمهرجان التيميزان للفضة، وشعاره الصياغة الفضية هوية إبداع وتنمية، نافذة على موروث ثقافي وتاريخي وحضاري هو رمز لقيم الجمال والإبداع في المنطقة. عابر ملوكي والمعتصم بالأربع الساوي. يتفنن الصائغون المحليون في ابتكار حيلي حاملة لقيم جمالية وإبداعية، ومهرجان تيميزار للفضة فرصة لإحياء هذا الموروث المادي واللامادي المحلي من خلال تشجيع الصانع التقليدي وتمكينه من فرص جديدة للعرض والتسويق. أحب كثيرا الصناعة التقليدية المغربية، لذلك تعلمت كيفية صياغة الفضة، وبالمناسبة أعرض هنا اليوم تشكيلتي الخاصة. نحن هنا لتبادل الأفكار والخبرات بخصوص المنتوجات الحرفية المغربية والنيجيرية التي أشارك بها في هذا المعرض. اليوم كنحتفلوا بدول مثل النيجر، مثل إيطاليا وغيرها من الدول اللي جاوا باش نتبادلوا التجارب في مجال الصناعة التقليدية، وكيتجمعوا فيه الصناع التقليديين وكيتبادلوا معهم المهارات وكيتبادلوا الأفكار، وهذا المعرض ما شاء الله يعني تزاد واحد القيمة للمدينة تيزنيت. هذه التظاهرات تهدف إلى تشجيع الحرف اليدوية المحلية، خاصة صياغة الفضة التي تعتبر موروثا ثقافيا وتاريخيا وحضاريا ورمزا لقيم الجمالية والإبداع بالمنطقة، ورافدا تنمويا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية. كما كتعرفوا فتيزنيت معروفه بصياغه الفضه وهي عاصمه الفضه بامتياز، لذلك فاحنا دائما كل دوره كنختاروا واحد المفاجاه ديال الدوره هي اللي كتلاحظوا معنا، هي عباره على مجسم ديال المدينه العتيقه ديال مدينه تيزنيت، هاد المدينه اللي احتضنت الصانعات والصناع التقليديين على مدى سنوات. إلى جانب معرض الفضة، يقترح المهرجان ورشات متنوعة ومعرض موازن للمنتوجات المحلية والصناعة التقليدية، يضم عددا من المعروضات الخزافية والزرابي والمصنوعات الجلدية. إلى التذكير بالعناوين. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس، ويشارك في قمة الرياضة والتنمية المستدامة المنعقدة على هامش حفل الافتتاح. تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، رؤية ملكية لتعميم التغطية الصحية وضمان الولوج المنصف للخدمات الطبية والعلاجية لجميع المغاربة. البرلمان بغرفتيه يختتم أشغال دورة أبريل، دورة تميزت بتنامي وتيرة المصادقة على المبادرات التشريعية البرلمانية وتكريس التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. وببني ملال تسجيل 21 حالة وفاة لأشخاص غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. كاميرا الأولى انتقلت إلى المركز الاستشفائي الجهوي وتابعت الوضع. قد نلقاكم بإذن الله.